أبو الحسن الأشعري إذن له مناهج وله مسائل، لا نريد أن نقف عند مسائله عن موقفه أو موقف من قبله كالإمام أحمد بن حنبل مثلا من قضية خلق القرآن، لا نريد أن نقف عند كلام البخاري مثلا ومحمد الذهلي عندما يختلفان حول خلق أفعال العباد، لا نريد أن نقف عند هذه المسائل التي شغلت البال وكانت من المهم أن تعالج في وقتها وفي عصرها، إلا أنها خرجت من الاهتمام أو من بؤرة الاهتمام في عصرنا الحاضر. نحن الآن أمام فلسفة الجندر، نحتاج إلى أن نستوعبها وأن نتفهمها ونعرف الفرق بين المساواة والتساوي. هل هناك تساوي بين الرجل والمرأة وأن هناك مساواة؟ وما الفرق بين المساواة وبين التساوي؟ هل هناك حرية للإنسان؟ وما مدى هذه الحرية والفرق بين الحرية وبين التفلت، والعلاقة بين الحرية الشخصية وبين المقتضيات المجتمعية؟ ما الفرق الذي نعيشه في قضية البحث العلمي ومدى الحرية فيه مثلا؟ أبحاث كثيرة لها إجابات على منهج الأشعري، إلا أنه لم ينطق لا هو ولا علماء المدرسة عبر التاريخ بها.